السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة عالم عواطف. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم دي شناك اللي هما اقتصاديين وبمقادير بسيطه وسهله جدا. نتمنى على الله يعجبوكم وتتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير، وما تنساوش لي لايك. وبالنسبه للناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره، كنتمنى تضغطوا على زر الاشتراك سابوني في اسفل الفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بالنسبه للناس اللي كيزوروا القناه ديالي لاول مره، كنتمنى تابوناو معايا بالضغط على زر الاشتراك سابوني اسفل الفيديو وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. لهذا الشناك غادي نحتاجو واحد الكيس الفاني، معلقة الملحة، معلقة كبيرة الخميرة الخبز، جوج معالق ديال زيت المائدة أو زيت نباتية، أربعة معالق سكر خشن أو سنيدة، واحد البيضة، جوج معالق كبار ديال الزبدة. أنا هنا ذوبتها، يمكن لكم تعملوها بلا ما تذوبوها. كاس كبير ديال الحليب دافي، ونص كيلو ديال الدقيق. هنا نص كيلو ديال الدقيق ما يعادل واحد ربعة الكيسان ديال العنبة. غادي نبدا على بركه الله. هنا اليوم غادي نستعمل العجانه الكهربائيه. خديت الدقيق، حنا قلنا نص كيلو، غنضيف عليه الفاني، ملحه، سكر الخشن، خماره، جوج معالق كبار ديال الزبده مذوبه، بيضة، جوج معالق كبار ديال زيت المائدة. غادي نخلط هاد العناصر كاملة. بعد ما خلط داك العناصر كاملة، ضفت الحليب. هنا انا ضفت كاس كبير ديال الحليب دافي، نتوما عينكم ميزانكم. المهم ان تشوفوا العجينه تكون تجمعات مزيان وما طلعش العجينه قاصحه، وفي نفس الوقت ما تكونش مرخيه بزاف. دائما العجينه عيننا ميزانها تجي مرخوفه شي شويش. صافي وغادي نبدا نعجن. هاي العجينه كما كتشوفوا تجمعات، ولاني مازال غنزيد ندلكها حيت هاد العجينه خاصها تدلك مزيان مزيان، ضروري تكون مدلوكه. من بعد ما دلكت العجينه مزيان، كتجي مرخوفه على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، عجينه مرخوفه. غادي نغطي العجين ديالي بلاستيك غذائي ونخليها تطلع وتخمر مزيان، وندوز نحضر الكريم باتيسير اللي غادي نورق بها هاد العجينه. لتحضير لا كريم باتيسير غادي نحتاج 4 لترو ديال الحليب، جوج معالق كبار ديال السكر خشن او سنيده، معلقه كبيره ديال بودره الكريم باتيسير. غادي نسم بواحد شويه ديال الفاني، نخلط هادشي مزيان حتى تذوب لي داك البودره لا كريم. صافي ها هي ذابت، غندوز نوضعو على نار مهيله. وضعت لاكخيم فوق نار مهيله وغنبقى نحركو حتى يعقد لي هذا الخليط، ودائما التحريك باش ما تكورليش داك البودره وتعطيني حبيبات. غنستمر انا على هذا الشكل هذا حتى يعقد لي الخليط.
الكريم ديالي هي بدات كتعقد كما كتشوفوا، كنتابع التحريك دائما باش ما تكورليش. صافي ها هي وجدات، غنطفي عليها النار. ها هي كيف كتجي عاقده على هذا الشكل هذا، غنوضعها على جنب ونخليها تبرد. بعد ما خمرت العجينه وتضاعف الحجم ديالها بحال اللي كتشوفوا، غادي نحيدها من هذا الاناء هذا هكذا، نحاول نخوي منها دوك الغازات اللي كيكونوا فيها. صافي على هذا الشكل هذا. غادي ناخذ دقيق ونرشو هكذا على سطح العمل باش ما تبقاش تلصق لي داك العجينه. هكذا صافي، ونبدا نطلق العجينه ديالي. بسم الله. نحاول نطلقها مزيان ونجيبها على شكل طولي تكون رقيقه. بعد ما طلقت هاد العجينه مزيان كيف ما كتشوفوا هكذا، جبتها على شكل طولي. غادي نجيب الكريم باتيسيير بعد ما برد لي مزيان، وغادي ندحنوه بهاد العجين باش هو اللي غنورقوا به العجين ديالنا. ما غنستعملوش المارغرين او اي زبده، غادي نورقوه فقط بالكريم باتيسيير اللي عندي بارد مزيان، وغنحاول ندهنو فوق هاد العجين كامل كما كتشوفوا. نحاول ما نخرجوش على الجوانب باش ما تبقاش تلصق لي العجينه من كل كنطويها. هنا نتوما يمكنكم تختفيوا فقط بهذا الكريم باتيسيير. انا غادي نجي جبت نستعمل الزبيب بعد ما نقيتو غسلتو بطبيعه الحال، وغادي نرشو هكا فوق هذا لي شنيك هكا. نتوما يمكن لكم كما قلت تستعملوا اما لي فروي كونفي يعني الفواكه المعسله، ولا تخليو فقط تكتفيوا بالكريم باتيسيير هكذا. نحاول نرشو فوق هذا العجين كامل. صافي، وغادي ندوز نلف هاد العجين. غادي نبدا كنلف هكذا هي بشويش، شي خصو هي بالخاطر، وانا كنلف نكلوي هكذا حتى نلوي هاد العجين كامل. صافي، من بعد ما لفيت هذا العجين كامل كما كتشوفوا قادتو مزيان، دابا غادي ندوز نقطعو. يمكن لكم تقطعوه بموس او بسكين او بهذا الخيط، غناخذ انا الخيط، شوفوا القياس اللي بغينا عيننا ميزاننا. صافي، وكنقطعوه على هذا الشكل هذا، ها هو كيكي. نوضعوه في البلاطو اللي غادي ندخلو للفران، عملت فيه بابيي سولفيغيسي. غنتابع انا على هذا الشكل
هكذا كناخذ الخيط، نتوما ديما عينكم ميزانكم هكا، وكنقطع ست في هاد لي شناك في البلاطو اللي عند دخل الفران. نحاول نضغط عليهم واحد الشويه هكذا، نحيت من غادي يخمروا عاد يزيدوا يتنفخوا. صافي نحاول نضغط عليهم واحد الشويش، ماشي بزاف. صافي غادي نخليهم حتى يخمروا مزيان ويضاعف الحجم ديالهم ونرجع عندكم. بعد ما خمروا لي هاد لي شناك مزيان، طربت بيضه مع واحد الشويش الحليب وغادي ندهن لهم الوجه ديالهم هكذا. باش يعطيهم داك اللون ذهبي من الفوق. صافي غنستمر هكذا. سخنت الفران على 180 درجه، غادي ندخلهم يطيبوا من التحت حتى يطيبوا مزيان، وعاد نحمرهم من الفوق. صافي نرجع عندكم بعد ما يطيبوا. هذا هو الشكل النهائي ديال الشنيك ديالنا. بعد ما خرجتهم من الفران دهنتهم شويه ديال الناباج وزينتهم باللوز افيلي. نتوما يمكن لكم تزينهم بالشكل اللي بغيتو، كيجيو هكذا محمرين وهشاش ولذاذ، ومن الداخل كيجيو هكذا. انا نحل معكم وحده، كيجيو مرقين كما كتشوفوا، كيجيو مرقين وهشاش. نتمنى تجربوهم بصحه والراحه. ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش لي لايك وتابونا معايا فلاشي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء مع فيديو جاي ان شاء الله.